السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملف مفتوح المصدر مجاني، حمله الرابط بتاعه أسفل الفيديو عن الإعلام. بنفعل الشريط الأسفل الموجود دوت، وهنا بنكتب مثلا بلد، يعني نبدأ بلد بلدي الأول أهو مصر أهي. فبتحمل الصورة، بتضغط على دبل كليك وبتعمل سيف للمكان اللي أنت عايزه. ماشي. السعودية مثلا. حتى بص، لو خدت بالك ان هو كتبت اول 3 حروف، جاب لي اول 3 حروف المشابهه، يعني السعوديه، السلفادور، السنغال يعني. تمام. نفس الكلام مثلا تونس، اهو توجو، جاب تونجا. لو عملت الكلمه على الاخر خلاص هيحددها البلد. تمام. بعض البلاد العربيه اهو، الجزائر، ماشي، اليمن، عمان، عمان. تمام. البلاد الأوروبية مثلا زي هولندا، هولندا، فرنسا، فرنسا. طبعا دي فرنسا مايو ديت، يعني جزء محتل من بلد تانية تقريبا، حاجة زي كده يعني. طبعا هنا مش فكرة ان انت تحمل الاعلام فقط لا غير، الفكرة ان تحمل الملف ده عشان نشوف الناس اللي يعني اللي مش عارفة، اللي هي تعمل فلتر، فلتر بحثي من خلال الجزء اللي هنا، من خلال الجزء اللي هنا اللي هو بتاع اون تشانج. تمام. دي الاكواد كلها موجودة في الجزء ده، هو اللي هيبين كل حاجة اتعملت في الشغل ده. حمل البرنامج وإن شاء الله مزيد من البرامج إن شاء الله جاية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.